بعد النجاح الكبير اللي حققته الصيف اللي فات، خلت بنات كتير قوي يستنوا مجموعتها الجديدة لشتاء 2016، بعد ما قدمت مجموعة بتصميمات مختلفة جدا بتجمع بين البساطة والشياكة، مصممة الأزياء رشا النادي. رشا اهلا بيكي معانا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. انا طبعا انت عارفه انا من اشد المعجبين بتصميماتك. ربنا يخليكي. واديني اهو لبست واحد من تصميماتك بعد ما كنت لابسه حاجه تانية. ربنا يخليكي. لكن ما بقدرش اقاوم لما بتيجي هنا الاستوديو، ببقى لازم البس حاجه انت اللي عاملاها. ربنا يخليكي. لان حقيقي ذوقك جميل. ميرسي يا نهنوها. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. واحكي لي بقى عن المجموعه الجديده، جبتي افكارها منين الاول؟ لا، هي الافكار دي بتيجي كده زي ما قلنا قبل كده، بتيجي يعني زي الفنان كده يعني. أيوة. لكن لعبت اكتر في الموديلات بتاعت السنه دي بحاجه ديفرنت شويه، بالليزر، شغل الليزر. شغل الليزر ما فيش زي اللي انا لابساه، صح كده؟ زي اللي انت لابساه. بالظبط كده. الشغل ده مختلف، مش اي حد هيعرف يعمله، لان بيبقى ليه مكان متخصص، مش سهل، مش متناول في ايد الناس كلها انها تقدر تعمل. بقى مثلا الرسمه اللي هي عايزاها، الرسمه اللي انا عايزاها برسمها، وبتدخل تتوصل للكمبيوتر وبتطلع على القماش، ولازم تطلع بمسافات معينه وكده. طب وايه الالوان اللي استخدمتيها للشتاء ده؟ بصي، طبعا الاسود، الكامل، الجراي، يعني مينلي هما دول البيزكس. دي كلها يعني الالوان اللي هي الشتوي اللي احنا الالوان عليها. الالوان الشتوي. طيب ما اضفتيش مثلا لون كده جريء شويه؟ لا. خفت بصراحه، يعني خفت حاجه، يعني اقصى حاجه عملت شال بس لونه مطار بس. ده اللي انا عملته، لكن غير كده لا، خفت. يعني الشتا بيحب الالوان اللي هي الهاديه اكتر. الهادية يعني. طبعا. طيب والخامات اللي استخدمتيها ايه؟ بصي، الخامات عملت بالشاموا الخفيف وشموع تقيل، احسن الدنيا برد يا رشا، محتاجين نتدفى شويه. والتريكو طبعا عملت حاجات تريكو صوف، وعملت اللي هو، واشتغلت بالكارو اللي هو تحسي مهير شويه. فده طبعا بيديكي احساس الشتاء قوي بقى، الدفى يعني. لعبت في كل حاجه، يعني كل حاجه انت عايزاها عملتها. طب الكارو ده ما بتحسيش ان هو، يعني في ناس تقول لك ايه، لا انا ما البسش كاروهات ده بيتخن. بصي، في ناس طبعا بتقول كده، وفي ناس، بس احنا بنتارجت اللي هم الصغيرين مش التخان، فبيبقى عليهم بالعكس بيحبوه جدا جدا يعني. بس لكن هو ما يناسبش كل الاجسام فعلا، يعني هو مثلا مش هيليق على التخان، صح كده؟ لا، الكارو يتخن. لا. الكارو عايز حد رفيع يقدر ان هو يلم مش يعرض. طب بالنسبه مثلا للناس اللي تبقى جسمها مليان شويه، تقترح ان هم يلبسوا ايه؟ حاجات ساده اكتر؟ الحاجات الساده اكتر، والحاجات اللي هي ما تخبي ديفوهات الجسم. يعني حاجات مثلا طويله، يبعدوا عن الحاجات القصيره. الحاجات القصيره، الحاجات اللي عليها رسومات كتير، يحبوا الحاجات البلين اكتر يعني. طيب احنا معانا صوره دلوقتي. ده بيتهيألي شبه اللي انا لابساه، مش كده؟ بس ده جاكيت. اوكي. ده شاموا، معمول برضو بالشغل الليزر، دواير الليزر. عملت على الشراشيب برضو، يعني انا شايفه انك انت استخدمتي ما هو الفرنجلز السنه دي، هي الشراشيب هي نمبر 1. هي نمبر 1 بالظبط. بصي بقى، الرسمه هو من ورا، بس من الدار يمكن الصوره دي اوضح اكتر. بالظبط كده. دي رسمه ليزر، و متفرغه طبعا كلها بطريقه جميله. انا عجباني بصراحه قوي الرسمه، يعني الرسم تحفه. لسه كنت هقول لك، تحسي انها الرسمه مبهجه، بتفكرني بالشمس. انا مش عارفه هي شمس ولا ورده ولا ايه، يعني حقيقي حلوه قوي. تحسي كده انها كلها تفاؤل. ده بقى التريكو اللي قلت لك عليه، حلو جدا. طبعا. لا، انا عجبني كمان ان هو مناسب لكل الاعمار. بصي، ده فري سايز. ده فري سايز وطوله حلو، بيلبس السمول، ميديوم، لارج. لا، وبالتالي كمان النقشه بالموديل مناسبه لكل الاعمار، يعني هي الفابريك اهي، تكون رايحه الجامعه تلبس حاجه كده. بالظبط. ولو عايزه تخرجي بيه بعد الظهر عندك ايفنت او اي حاجه، بيتلبس بيبقى تحفه برضه. بالظبط. وانا كأم ولادي في الجامعه ممكن برضو البس كده. بالظبط كده، تكبري نفسك يا نهى. ده جاكيت شمواه تقيل. ده فرنجلز برضو الشرشيب هي العامل الاساسي. بس الفرنجلز دي بقى بتاعت الشمواه تقيل ده، دي ما بتتقصش بالايد، دي بتتقص على مكان علشان لما تنزل متساويه. متساويه بالظبط كده، ومش مع الاستعمال ما تشرشبش، ما تبقاش شكلها بور. أوكي. فمعموله بطريقه مور بروفيشنال يعني.
وده نفس التريكو. ده تريكو تاني بس ده موديل تاني اصلا. ده جاكيت طويل بجيبين من قدام. ايوه اهو. انا عاجبني كمان ان الموديلات اللي انت عاملاها تنفع المحجبات وفي الوقت نفسه ما تنفع هو في اللي الشتاء بيغطي يعني كله بكم فبيديكي ده مثلا لابسه على توب قصير توب هاي كول وات ايفر بيلي. وده اتقل شويه. ده لا ده خفيف برده نفس خفيف. الماتيريال اللي انت لابساه بس انا عامله فيه حاجه جديده الكباسين. عاملاها بتتعمل بطريقه برده معينه وصعبه قوي شغلها يعني دخلت فيه موديلين في صعبه كمان بتالي على الخامه الخفيفه انها تمسك لا نفسها. ما هي بتبقى متنيه مديه تخانه معينه تدي فبتبقى العمليه مدروسه يعني بالظبط. طبعا كل حاجه بتعمل تبقى مدروسه. وايه الحلو ده؟ ده جاكيت ده بالجالون ده شاموه برضو ونازل منه الشراشيب نفس الكالر بتاع الشاموه ده برضو موديل حلو قوي من الحاجات اللي انا بحبها. جميلة. ايه رايك؟ لا عاجبني جدا انا اصل بحب الالوان وبحب قوي اللون الكامل بحس ان هو يعني بيحلي اي واحده تلبسه. فانت جيتي لي كده على البطن الحساس اللي هو كل الحاجات اللي بحبها في جاكيت واحد. ده بونشو ده يهبل طبعا دي ماي فيفرت بيسز يعني. ده معمول بالكباسين حاجه كده زي نظام الكاوبوي شويه. لسه كنت هقول لك بيفكرني بالهنود الحمر. ايوه بالريد انديانز. ده الشال ده اللي انا لابساه بقى بالظبط كده. ده ماستر بيس طبعا. ده جميل. في ناس بيشوفوني يقولوا لي بصي ده ماستر بيس ده ما فيش في جماله. ايوه. ده تريكو اوكي. معمول بشرايط بجالونات من على الصدر من قدام بتتلبس بطريقه يعني الجالونات معموله بطريقه وجاكيت نازل من ورا طويل يعني هو قصير من قدام ونازل طويل اهو طويل كده. اوكي. وهل لسه الموضه القصير من قدام وطويل من ورا؟ لسه مستمر. الموضه طبعا القصير من قدام وطويل من ورا. بصي في حاجات كده بتبقى بيزكس يعني. طبعا انا شايفه كمان ان طب وايه ما قلتلناش على ده؟ ده يعني ده بونشو بس انا خايفه مدام جيهان تتكلم. ده بونشو جاكيت قصدي ونازل منه الفرنجلز الطويله ما فيهوش حاجه خالص بيزك. يعني ده من الحاجات البيزك اللي انت تلبسيه على اي حاجه. انا لاحظت كمان ان في كل موديلاتك وتصميماتك ان دايما بتضيفي حاجه او انا بشوف ان دي ميزه كمان في حد ذاتها انك انت مش مجرد انك انت بتعملي موديلات قديمه يعني انا ممكن بحاجات عندي اوريدي من قبل كده اضيف عليها تاتش من الحاجات اللي انت بتعمليها فبالتالي تحسي انك انت لابسه حاجه جديده خالص. بالظبط كده. فدي ميزه مهمه قوي لان طبعا الدنيا بقت غاليه وبالتالي الواحد عايز يعني يلبس حاجه جديده وفي الوقت نفسه بتبقى مجرد انها اضافه واحده عملت لك لوك جديد ومختلف. بصي الشال اللي هو ده ممكن يقلب اي لبس ويخليك كأني لابسه حاجه جديده. شال وبيتقفل من الجنب بيبقى بونشو وبيتربط من على الوسط بيبقى جيب يعني ثلاثة في واحد. ثلاثة في واحد ده هي. طب ايه بقى الصورة دي انا مش فاهماها قوي. لا هو ده كان الصورة التيزر بتاعنا اللي هي ستاي تيوند بس ده جاكيت سيرما ذهبي اهو. ده طويل خالص للارض ذهبي ده بيس يعني بقى خارجة بعد الظهر على دراس اسود يعني ابتديتي بقى تتجهي فعلا للسواريهات دلوقتي. لا مش سواري يعني بس خارجة عيد ميلاد عندك ايفنت في مكان راح حفلة يبقى دراسي اكتر. بالظبط حاجة دراسي كده في الدولاب يعني لازم يبقى عندك حاجة مش كل حاجة تبقى كاجوال يعني. طبعا. بس حلو برضو قوي انا بحبه. وهنا رجعنا تاني للستايل الريد انديانز. ده فستان بس هي الموضة بس طويله شويه. ده حلو قوي ده من قدام هو شاموزات ومن ورا بس الشغل كله ورا الفرنجلز جايه بالكم بالظهر من ورا. حلو جدا. ده ممكن كمان يتلبس كبلوزه للمحجبات مثلا؟ لا اللي طلبه طويل اتعمل طويل لحد الركبه بيتلبس أوكي. على اوباك وبوت. تمام. عشان بس ايه نشرح للسادة المشاهدين بس. طيب ورجعنا هنا للكاروهات تاني. ده بقى الكاب الكارو اللي بقول لك عليه اللي انا عاملاه. ده عامله منه كل يعني اشكال باترونز كتير من الكاروهات.
وعملت فيه الشرشيب ده، حلو قوي برضو في اللحم. طبعا جميل، كل حاجتك حلوه، ربنا يخليكي بجد والله. طيب الموديلات الشتوي بتناسب كل الاجسام عشان بتداري التفاصيل؟ اه طبعا. انت مقتنعه بالحكايه؟ انا مقتنعه بكده. اه طالما مش حاجه ماسكه على الجسم، حاجه لوسي قوي، بتبقى طبعا يعني طالما مش حاجه واسعه كده و لا، لو حاجه واسعه يا بصي، ثلاث ارباع الحاجات اللي من شفتيها دي كلها فري سايز، فاهمه ازاي؟ بتلبس كله. ما ودي انا أحلى بس حاجة. اعتراضي الوحيد على الكارو، الكارو ما ينفعش حد تخين يلبسه. ايوه. طب عايز اسالك برضو حاجه تانية، ايه اكتر قطعه اللي هي الواحد ما يستغناش عنها؟ يعني لازم افتح دولابي كده اقول ايه، انا لازم يبقى عندي كذا. ايه كذا ده؟ الشال. لا لازم اي حاجه بيزك، هو حاجه سودا، فاهمه ازاي؟ ده حاجه سودا، فستان اسود مثلا. اه فستان اسود ده بيزك، لكن لو حاجه بقى من شغلي انا لازم يبقى هو الشال. كل حاجه لازم تبقى في كل الدواليب. ايوه بالظبط. بس هي فعلا انت قلتي حاجه صح قوي، ان الواحد فعلا لازم يبقى عنده لون نيوترال زي ما بيقولوا، سواء كان اسود، ممكن يبقى ابيض في الصيف، ممكن يبقى بيج، ممكن يبقى اي حاجه، وبتلاقي من فوقيه كذا حاجه. بالظبط. سوري، كذا حاجه تانية. بالظبط كده، بالظبط كده. فحتى لو مثلا مش فستان، ممكن يبقى بتالي توب اسود مثلا. اه بصي، هو يعني زي ما انت لابسه كده بالظبط، هو او انا بيزك اسود، وتلبسي عليه اي حاجه من فوق هتبقى بيرفكت يعني. صح، يعني انا مثلا كنت لابسه جاكيت سودا على التوب الاسود. أه؟ لما اديتيني ده كاني لبست حاجه جديده وغيرت. عملت جميل، تحفه. بتتابعي الموضه العالميه ولا بتسترحي افكارك كده زي ما لا ما لا يعني بصي بصراحه لا طبعا، ما لان انا بيعملوا حاجات مختلفه خالص، مش جونا، ومش انا بستوحي بقى من الصناعه، من شغلنا احنا في مصر يعني، بشوف احنا هنا محتاجين ايه في مصر، وبناء عليه بعمله يعني. بحب اعمل حاجه اللي هي البيزكس، اللي هي اي حد يقدر يلبسها، تلبسيها ما تبقيش مستنيه ان انت يبقى عندك مناسبه او عندك اي حاجه، ان يعني اي مين ان انت تبقي الحاجه السهله. اه السهل الممتنع. السهل الممتنع. لا هم بقى هناك بره بيعملوا الموديلات، بس بتبقى شو اكتر، شو اكتر. انت لما تيجي تمسكي بيس مش براكتيكال، مش حاجه عمليه. بالظبط، لما تيجي تمسكي بيس، طب دي هلبسها ازاي؟ لكن صحيح. احنا حاجتنا هنا في مصر وكل الديزاينرز المصريين بصراحه بيرفكت، احلى من بره 100 مره، فاحنا خلينا بصين في مصر دلوقتي. ايوه خلينا مركزين. هنا اصل في الاخر الواحد مش يعني طبعا حلو انك انت تقتني حته او تشتري قطعه. طبعا لازم يبقى عندك في الدولاب حاجه صينيه، طبعا حاجه سبيشال يعني. بالظبط. بس في الوقت نفسه انت عايزه يبقى عندك حاجه كمان تقدري تلبسيها بسهوله. بالظبط. وتبقى عمليه، لان احنا هنا وتستفيدي احنا منها. حياتنا هنا في مصر طول الوقت احنا بنشتغل، وطول الوقت احنا بنجري مش بنشتغل. بالظبط كده. فانت بالنسبه لك لما يبقى عندك يعني بتروحي كام، بتخرجي كام مره، صحيح. فالحاجه البراكتيكال هي اللي بتخليكي احسن يعني. طيب انت قلتي لي حاجه وانا فوتها كده يعني، بس هرجع لها تاني، اللي هي ان الشال اللي انا لابساه ده ممكن يتلبس باكتر من طريقه. قولي لي بقى ازاي نلبس كل قطعه باكتر من طريقه. بصي هي بتبقى محتاجه مش اي حد يعني، في ناس مثلا يعني انت مثلا ممكن يبقى عندك حته تالنت في لبسك. طب انا لو لبست ده مثلا، لو جبته على جنب كده هيطلع عامل ازاي؟ في ناس تانية زي ما هي شايفاكي زي ما هي عايزه تلبس، فاهمه ازاي؟ مش عايزه ان هي يبقى في افكار او. بالظبط كده. أو هو الشال ده مينلي هو ده اللي بقولك بيتلبس من 3 different ways. ده بالذات. طيب لكن حاجه تانية زي مثلا الجاكيتس الطويله، مش ممكن مثلا نحط لها حزام؟ اه ممكن أو حاجة. طبعا بتلبسها بيلت، بتبقى بيرفكت يعني. بس لا اللي انا عاملاهم لا عشان تخان. لا علشان انا عاملاهم فري سايز، فلما بينزل انا عامله كات مختلف شويه، مش عامله حاجه نازله كده، لا انا عامله حاجه مختلفه شويه، فدي بتبقى صعب عليها البيلت. طيب دلوقتي البنات اللي هما بيروحوا الجامعه بيبقوا ساعات محتارين يلبسوا ايه، انت في رايك ايه اللبس المناسب للبنات اللي هما اللي في السن الصغير ده وبيروحوا الجامعه وعايزين يبقى شكلهم حلو وكده، تقترح ان هما يلبسوا ازاي؟ يلبسوا طبعا، هو طبعا امان لي الجينز، طبعا بتلبس بقى عليه جاكيت جلد، يعني هو كل البنات هتلاقيهم نازلين بيزك كده كله، الجاكيت الجلد او الجاكيت سلشاموا،
مين اللي بيلبسوا كده، وتحتيه هاي كول، تحتيه شميز، واتيفر هم بيلبسوا ايه يعني. وبالتالي كمان ممكن يحطوا سكارف مثلا، حاجه والسكارف شبه ده. طبعا الموضه طبعا في الشتاء بتبقى السكارف بتبقى روعه يعني. هي كمان عشان بتبقى عاده الوانها حلوه ومختلفه، فبتجدد كل طقم اي واحده بتلبسه. ممكن تلبسي طقم اسود يعني، بنطلون اسود وتوب اسود وسكارف فوشيا مثلا، بيبقى بيرفكت. طيب ايه قطعه الاكتر قطعه انت عملت لها ديزاين وحباها؟ بصي، هو كل الحاجه اللي انا بعملها انا ببقى حباها، لاني لو مش حباها مش هعملها. وبحس ان كل قطعه وبيدي الفيدباك اللي بيجي من الكلاينتس هو ده اللي بيخليك ان انت تبقي مبسوطه. ساعات طبعا ممكن يجيلك لحظه كده تتهزي شويه، يا ترى ايه، لكن لما بيجي الفيدباك ان الحاجه حلوه ومبسوطين منها، فدي اللي بتخليني ان انا ابقى مبسوطه يعني. فلا، هو كله حلو الحمد لله. طب الحمد لله. طب بعد النجاح ده كله ما فكرتيش انك تعملي سواريهات ليه؟ لا بصي بقى، السواريهات ده ليهم ناس بروفيشنال، بمعنى ليهم يعني دنيا تانية خالص، كارير تاني. ده ليه دراسة مختلفة عني خالص يعني، مختلفين تماما، ما ينفعش يتقابلوا انا والسواري يعني انا في خبرتي مع السواري ما ينفعش. ممكن اعمل لك حاجة سادة خالص، لكن انا اعمل فستان فرح وكده لا، ده بيبقى عايز ناس دارسة وناس عندها يعني اكسبيرينس جامدة جدا يعني، بيبقوا متخصصين اكتر في المجال ده. بالظبط بالظبط كده. صعبة. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهك عموما في الصناعة مثلا او في الديزاينز؟ لا بصي، هو يعني انا الحمد لله انا كده دلوقتي يعتبر بقالي سنه مبتديه، فما فيش، لا الحمد لله انا مش شايفه دلوقتي ان في مشكله، بالعكس الحمد لله. لا خلاص، انا عديت المرحله اللي هي الصعوبه اللي كانت قابلتني في الاول. لا، الناس ابتدت ان هي اللي بتدور عليا وهي اللي بتسال على الديزاينز بتاعتي، يعني دي حاجه بتبقى بسطاني جدا، بتديني يعني عارفه لا ثقه بالنفس فظيعه. الحمد لله. يعني كصناعه انا ما عنديش مشاكل في التصنيع طبعا. طب كويس، بس الحمد لله. ما فكرتيش تعرضي منتجاتك بره مصر؟ والله لو جالي، انا عايزه اقول لك حاجه، ان انا في يعني عندي ناس قرايبي كانوا في باريس، رجعوا بيقولوا لي حاجتك احلى من الحاجات اللي موجوده في باريس. يعني شوفي بقى، عموما دي حاجه تفرحنا كلنا بجد يعني، بتخلينا فخورين دايما بالظبط كده. كل حاجتك يعني في دبي، لا الحاجه بتاعتنا احلى من الحاجات اللي يعني، لا فطبعا الواحد نفسه يعمل كل حاجه حلوه يعني. أكيد. بس كل حاجه بتاخد وقتها يعني. اكيد اكيد. تحبي مين يلبس من تصميماتك؟ بصي، بحبوا كل الناس يعني. يعني لو حد مثلا من الفنانين، لا يعني نفسي طبعا يعني اقول لك مين، مش عارفه مين. بصي، انا شايفه ان طالما اي حد لبس حاجه لايقه عليه اكيد هتبقى تحفه. بالظبط كده. انا بشكرك قوي 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 يا رشا، انت بجد نورتينا زي دايما، ودايما مستنيينك معانا في عسل ابيض مع كل كولكشن جديد بتعمليه. ربنا يخليكي يا نهى. ميرسي ليكي.